في الحادي عشر ذي القعدة سنة 148 هجرية، ولد الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام في المدينة المنورة. أبوه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وأمه امرأة صالحة اسمها نجمة. أمضى طفولته مع أبيه الإمام، وكان أبوه يوصي أصحابه ويشير إلى إمامة ابنه. قال علي بن يقطين: كنت عند العبد الصالح، فدخل عليه ابن علي الرضا، فقال الإمام: يا علي بن يقطين، هذا سيد ولدي. فقال هشام بن الحكم: لقد أخبرك أن الأمر له من بعدي، كما سأله أحد أصحابه عن الإمام من بعده، فأشار إلى ابنها الرضا وقال: هذا صاحبكم من بعدي. وكانت الظروف في عهدي في غاية الخطورة، فكان الإمام الكاظم يوصي أصحابه بالكتمان. إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هم النخبة الذين اصطفاهم الله لهداية الناس بالحق، فكانوا المثل الأعلى في الإنسانية والخلق الكريم. يقول إبراهيم بن عباس: ما رأيت أبا الحسن الرضا جفى أحدا بكلامه قط، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد على أحد حاجة يقدر عليها، وما مد رجليه بين جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا شتم أحدا من مواليه ومماليكه، ولا رأيته قد تهل قط، ولا تقهقه في ضحكه، بل ضحكه التبسم. وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه عليها مماليكا حتى البواب والسائس، ومن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدق. ورافق أحدهم الإمام الرضا في رحلة إلى خراسان، فدعا الإمام بالمائدة وجمع عليها مواليه ومماليكا لتناول الطعام. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، لو جعلت لهؤلاء مائدة لوحدهم. فقال الإمام الرضا عليه السلام: إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأب واحد، والأم واحدة، والجزاء بالأعمال. وخاطب أحدهم الإمام الرضا قائلاً: والله ما على وجه الأرض أشرف منك أباً. فقال الإمام: التقوى شرفتني. وأقسم آخر أيضا قائلا: أنت والله خير الناس. فأجاب الإمام: لا تحلف يا هذا، خير مني من كان اتقى الله عز وجل. والله ما نسخت هذه الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الإمام الرضا عليه السلام ذات يوم جالسا يحدث الناس وهم يسألون عن الحلال والحرام، فدخل رجل من أهل خراسان وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام، عدت من الحج وقد أضعت نفقتي وليس عندي شيء، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة، فإذا وصلت تصدقت عنك بنفس المبلغ الذي تعطيني إياه، فأنا رجل لا أستحق الصدقة. فقال الإمام بلطف: اجلس يا هذا. ثم استأنف حديثه مع الناس حتى انصرفوا، فنهض الإمام ودخل الحجرة وأخرج يده من وراء الباب ونادى: أيها الخراساني. فأجابه، فقال الإمام: هذه 200 دينار، فاستعن بها على سفرك ولا تتصدق عني. فأخذ الخراساني وودع الإمام شاكرا. بعدها خرج الإمام فقال أحد أصحابه: لماذا سترت وجهك عنه يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام: حتى لا أرى ذل السؤال في وجهك، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مذكور، والمستتر بها مغفور له. كان أحمد البزنطي واحدا من العلماء الكبار، تبادر مع الإمام
كثيرا من الرسائل، آمن بعدها بإمامة الإمام الرضا عليه السلام وقد روى هذه الحكاية. طلب الإمام الرضا عليه السلام حضوري وأرسل لي حمارا له، فجلسنا نتحدث، ثم قدم لي العشاء فتعشيت، ثم عرض علي المبيت فقلت بلى جعلت فداك. فطرح بنفسه علي ملحفة وكساء وقال لي بيتك الله في عافية، وكنا على السطح. ونزل الإمام فقلت في نفسي لقد نلت كرامة من الإمام ما نالها أحد. وداخلني الغروب، وفي الصباح ودعني الإمام وشد على كفي قائلا إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتى صعصعة بن صوحان يعوده في مرضه، فلما أراد أن ينهض قال له يا صعصعة لا تفتخر على إخوانك بعيادتي إياه. كأنما قرأ الإمام ما يجول في خاطره فوعظ وذكره بعيادة جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأحد أصحابه. كان زيد أخو الإمام الرضا عليه السلام ثار في مدينة البصرة وأحرق بيوت العباسيين فلقب بزيد النار. أرسل المأمون جيشا كبيرا وبعد معارك طاحنة طلب زيد الأمان فسلم نفسه وأخذ أسيرا. وعندما أصبح الإمام وليا للعهد ارتاح المأمون أن يرسله إلى الإمام. كان الإمام غاضبا من عمل أخيه زيد لكثرة ما أحرق من البيوت وما صادره من أموال. قال الإمام لأخيه ويحك يا زيد، ما الذي غرك حتى أرقت الدماء وقطعت السبيل؟ أغرك قول أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله على ذريتها النار؟ ويحك يا زيد، إن ذلك ليس لي ولا لك، لقد عنى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك حسنا وحسينا، والله ما نال ذلك إلا بطاعة الله. فإن كنت ترى أنك تعصي الله وتدخل الجنة فأنت إذن أكرم على الله منهما ومن أبيك موسى بن جعفر. قال زيد أنا أخوك. فقال الإمام أنت أخي ما أطعت الله عز وجل. وأن نوحا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فقال له الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وذات يوم جمع المأمون زعماء الأديان والمذاهب وأمرهم بمناظرة الإمام عليه السلام. كان المأمون يهدف إلى إحراج الإمام بأسئلتهم، وكان النوفلي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وقد سأله الإمام أتدري لماذا جمع المأمون أهل الشر؟ قال النوفلي نعم إنه يريد امتحانه. فقال الإمام يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ فقال النوفلي نعم. قال الإمام إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل الزبور بزبورهم وعلى الصابئين بعبانيتهم. توضأ الإمام وانطلق مع أصحابه إلى قصر الخلافة وبدأ الحوار. قال الجافلي أنا لا أريد أن يحجج لي رجل بالقرآن لأني أنكره، ولا بالنبي صلى الله عليه وآله لأني لا أؤمن به. فقال الإمام رضا فنحتججت عليك بالإنجيل أتؤمن؟ فقال الجافلي نعم وأقر به. قرأ الإمام رضا جزءا من الإنجيل حيث بشر عيسى بظهور نبي جليل كما أخبره بعدد الحواريين، وقرأ عليه أيضا كتاب أشعياء. قال الجافلي مدهوشا وحق المسيح ما ظننت أن في علماء المسلمين مثله. والتفت الإمام إلى رأس الجالوت واحتج عليه بالتوراة والزبور، وكان عمران الصابي متكلما فسأل الإمام عن وحدانية الله ومسائل كثيرة حتى
حان وقت صلاة الظهر، فنهض الإمام من الصلاة، وبعد الصلاة استأنف الإمام حواره مع المراد حتى انصاع لدين الله الحق، فاتجه نحو القبلة وسجد لله معلنا الإسلام. واستشهد الإمام سنة 203 هجرية، ودفن في مدينة قوس أي مشهد حيث معقله الآن. والسلام عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، يوم ولد ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.